كابتن طه طارق مرحب بيك على موقع كوره بلس. شايف النهارده الفوز بالميداليه الفضيه كان قريب جدا طبعا من تحقيق الميداليه الذهبيه بعد غياب عن الملاعب. شايف الهدف في الفتره الجايه ومنافسات البطوله بتاعه على الله؟ والله يعني منافسه قويه جدا الصراحه، وبجد قابلنا ناس كتير قويه زي الجزائر، قابلنا زي تونس ومغرب، في ناس كتير جدا يعني من ضمن الناس المؤهلين ان هم يلعبوا بطولات دوليه بدون مراكز عاليه جدا. فانا بشكر كل زمايلي وبشكر كل الناس اللي ساعدت معايا ووقفت جنبي، وبالاخص زمايلي اللي معايا في الفريق وكابتن فتح النجار وكابتن هاني قشطه وكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه ووزير الشباب والرياضه ورئيس فتح السيسي. فبجد بشكرهم كلهم على دعمهم ليا، وان شاء الله هننجز باذن الله بدل ما يكون فاضل ان شاء الله يبقى ده باذن الله. ان شاء الله بكره ماتش القمه الاهلي والزمالك، هتشجع مين؟ انا اهلاوي اهلاوي، وربنا يكرم الجميع كله وفاو في الاخر برضه هي مصر. مش هقدر اقول حاجه اكتر من كده الصراحه.